هنا في question 20 بيقول لي which of the following figures represents a simple pendulum that has the lower frequency. ركز معايا. طب هو الاول يعني frequency. Frequency يعني number of oscillation made by oscillating body in a time او in one second. ده الديفينيشن اصلا بتاعه number of oscillation in one second. طيب انا عايز اقل frequency، يعني عايز اقل عدد لفات يعملها في تايم معين. طيب هنا بيقول لي if the time taken by the bubble of the pendulum from point x to point y in each of them is t، يعني هو مثبت لي هنا التي في كل واحد، يعني مثلا دي هنا دي كده تي ما بين x و y، وهنا دي كده تي، وهنا دي تي، وهنا دي تي. هنا طبعا التي ثابت، التي كده كتي ثابت، ممكن اعتبره 1 سكند مثلا. طب مثلا بس هنا التي ده غير تي ده، هقول لك لا، هو التي دي عامل فيها المسافه دي، والتي عامل هنا فيها المسافه دي، والتي هنا عامل فيها المسافه دي، والتي هنا عامل فيها المسافه دي. تمام، يعني انا ممكن واحد يكون سريع شويه فعمل كل ده في زمن معين في تي، واحد بطيء قوي فعمل الحته دي بس في تي. طيب طب تعالى نعمل الكلام ده بقى في صورة أرقام عشان ما تلخبطش. الأرقام مقنعة، والله أنا عندي الفريكونسي إيكوال إن أوفر تي، ماشي. قلنا عمل ده من إكس واي هنا في تي، ومن إكس واي دي كده في تي، ومن إكس واي دي في تي، ومن إكس واي دي في تي. واضح إن التي ثابت في كله، يعني ممكن تعالى كده نعوض عن التي ب1 مجازا كده، تي هنا مثلا ب 1 سكند، ماشي. تعال بقى نحسب الفريكونسي في كل واحده، مش الفريكونسي ايكوال ان اوفر تي، تمام. طب الان هنا، الان هنا من اكس واي، مش الان هنا معانا عدد لفات. طيب والله لو عملت كام لفه كامله يبقى الان ب 1. طب هنا عملت كام لفه من اكس واي؟ عملت امبليتيود يعني ربع لفه، يعني كوارتر، يبقى لان هنا بكوارتر. خلاص اتفقنا تي نعوض عنها بون، خلاص يبقى ايه كوارتر اوفر 1 بكوارتر، يبقى هنا الفريكونسي بكوارتر، ماشي. طب هنا من اكس لواي عملت كام؟ الان هنا بكام؟ عملت 2 امبليتيود، يعني نص اوسيليشن، صح؟ ما هو من اكس للريست بوينت ادي كده امبليتيود، ومن ريست بوينت لواي ادي كده امبليتيود، يعني 2 امبليتيود يعني نص اوسيليشن، يبقى لان هنا بقى ايه بهاف. عايز تحسب الفريكونسي يبقى ان اوفر تي يبقى هاف، قلنا التي عوض على بون يبقى ايه الفريكونسي يبقى هاف اوفر ان بهاف، فريكونسي هنا بهاف، ماشي. تعالى بقى هنا خلي بالك دي الماكسيمم او الفارسست بوينت، ده ريست بوينت. انا اتحركت، يعني لو اتحرك من دي لدي كده اتحركت امبليتيود. طب من اكس لواي انا اتحركت نص الامبليتيود، تمام. يبقى لو مثلا من بوينت دي لبوينت دي عملت امبليتيود كامل، صح؟ طب الامبليتيود يعني ايه؟ يعني رو الان بكام؟ بكوارتر. لو عملت امبليتيود الان بكوارتر. طب انا عملت بقى نص الامبليتيود، يعني نص الان. طب لما تعمل كوارتر تايمز هاف بكام؟ 1 اوفر 8، يعني انت هنا عملت تمن لفه. هقول تاني، اتحركت من البوينت دي للبوينت دي عملت كوارتر زي اللي قبليها زي رقم A، لكن اتحركت الفعل اتحركت نص الامبليتيود، نص الامبليتيود يعني هنعمل هاف تايمز كوارتر. انا عايز احسب عدد لفات، يعني هاف اللي هو نص الامبليتيود تايمز كوارتر، الامبليتيود واحد كوارتر ايه؟ كوارتر اوسيليشن، هاف تايمز كوارتر ب 1 اوفر 8، يبقى عدد اللفات هنا ب 8. عايز احسب الفريكونسي يبقى ان اوفر تي يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 1 اوفر 8، اتفقنا تي هنعوض عنها ب 1، يبقى ايكوال ايه؟ كوارتر 1 اوفر 8، يبقى الفريكونسي هنا 1 اوفر 8. طبعا دي واضح ان هي اقل واحده، ليه؟ ما هي اصل دي هتبقى شبه الايه؟ شبه البي، بس طبعا ايه مع مراعاه المسافات هنا اللينثس طبعا اطول، مفيش مشكله. هنا دي زي بي، عملت ايه؟ هاف اوسيليشن، يبقى هنا فريكونسي 1 اوفر 8، ده اقل فريكونسي، يبقى الاجابه هنا رقم سي.